ومعنا بالاستوديو رئيس قسم الابحاث في مجموعه كيو تي السيد رائد الخضره. اهلا بك سيد رائد. اهلا وسهلا. بدايه نتحدث عن الملف الذي يشغل الاسواق، ملف البريكزيت، ونقول اذا ما يعني رفض البرلمان البريطاني ما توصل له جونسون مع الاوروبيين، ما هو السيناريو المتوقع وكيف سينعكس ذلك على الاسواق؟ هل سنرى مثلا خروج بدون اتفاق؟ طبعا إذا ما تم الرفض المقترح أو الخطة التي قدمها بوريس جونسون، سوف يكون هناك قضية التمديد. هل سيكون هناك تمديد ويقبل الاتحاد الأوروبي بتمديد المهلة التي تنتهي ب 31 الشهر أم لا؟ وبناء على هذا الأمر، إذا رفض الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك تمديد لبعد هذه المدة، ومع فشل خطة بوريس جونسون أو عفوا مقترح جورس بوريس جونسون، سوف يكون هناك خروج بدون اتفاق. هذه هي الاحتمالية الوحيدة التي تضع المملكة المتحدة أمام إمكانية الخروج دون اتفاق. غير ذلك كل السيناريوهات تتيح إما أن يكون هناك تمرير الاتفاق، أو أن يكون هناك اتفاق من بعد تأخير بعض الشيء بعد الموافقة على التمديد، أو يكون هناك استفتاء جديد. كل الأمور مطروحة الآن. نبقى في إطار الحديث عن الاتفاقات، ولكن في ملف العلاقات الصينية الأمريكية رأينا تصريحات إيجابية من الطرفين، الولايات المتحدة والصين، لكن نقول هل سنرى اتفاق الشهر المقبل بما لا يدع مجالا للشك، أم أن هناك بعض المواضيع قد تعرقل هذا الاتفاق؟ طبعا من الواضح جليا أن هناك ضغط كبير على الطرف الصيني في هذا الاتفاق، وعملية التأخير التي نراها والوقت الذي طالب به الجانب الصيني إلى تمديد المفاوضات بعض الشيء، يظهر أن الاتفاق سوف يكون صعب جدا على الصين، التي تراجع النمو الخاص بها إلى أدنى مستوياته في كمعدلات نمو في أكثر من 30 عام، وبالتالي هذا يضع عبء كبير على الطرف الصيني في تمرير الجزء الأول، الذي نوعا ما هو الذي يمكن تمريره من الجانب الصيني. وأعتقد سوف يجنبهم فرض مزيد من الرسوم في شهر ديسمبر، ولكن لا أعتقد أنه سوف يتم الحل كليا أو الوصول إلى الاتفاق كلي خلال هذه الفترة القصيرة، وإنما سوف يكون هناك اكتفاء ضمني بالجزء الأول من الاتفاق، ومن ثم يكون هناك مفاوضات جديدة. هذا ما سيطالب فيه الصينيين، لأنه مزيد من ذلك سوف يضر بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الصيني، وسوف يضر بشكل كبير بالعلاقات التجارية على الحساب الصينيين مقابل الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في نفس الوقت ترامب يريد صفقة قبل أن يدخل إلى الانتخابات الجديدة. نعم، كل ذلك مرتبط بلا شك بمنظومة الاقتصاد العالمي، والتي تحدث عنها صندوق النقد الدولي بشكل سلبي قد يكون، تخفض توقعاته للنمو 3% تقريبا. برأيك كيف يمكن قراءة هذه الأرقام السلبية الصادرة عن صندوق النقد الدولي؟ طبعا هذه البيانات هي وحي الواقع الذي يعيشه، سواء كانت الأسواق الناشئة أو الاقتصادات المتقدمة تقدم أداء هزيل جدا، وتخوفات كبيرة فيما يتعلق سواء كان بالحرب التجارية أو بموضوع البريكزيت الذي يضغط بشكل أكبر على أفاق النمو في الاقتصاد العالمي ككل، وبالتالي هذه تقليص التوقعات للنمو في الفترة القادمة ما لم يتم حل المشكلات الأساسية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، وضعف الاقتصاد الأوروبي ومواجهة الركود التي يسعى إلى تجنبها الاقتصاد الأمريكي ووجود الحرب التجارية. كل هذه العوامل هي التي تضغط على التوقعات وتقلصها بشكل كبير في الفترة القادمة. ولكن أعتقد مع مطلع عام 2020، أعتقد هناك العديد من القضايا التي ستتكشف وتزيل الضغوط على الاقتصاد العالمي. نرى ذلك من خلال السعي الحثيث للاقتصادات العظمى للحصول على صفقات وإنهاء الانسرتينتي أو عدم الوضوح والغموض الذي يكتنف الأسواق إجمالا. نعم، سننتقل للحديث عن الشان الأوروبي، وهناك نطاق الفائدة عند النطاق السالب، ولكن رغم ذلك لم تنجح القارة العجوز في انتشال نفسها. برأيك ماذا بقي للأوروبيين لدعم النمو هناك؟ أعتقد لأنه التوجه كان بشكل كبير نحو السياسات النقدية فقط، والأنظار كانت تتجه فقط إلى الـ ECB أو المركزي الأوروبي، متغافلين أو يتغافل الحكومات عن السياسات المالية التي يجب اكتنافها. وأعتقد كريستين لاغارد الرئيس المقبل للمركز الأوروبي هي أول من نادى بأن يكون هناك ضرورة لتبني سياسات مالية تحفيزية، أي سياسات المتعلقة بالضرائب والرسوم وما إلى ذلك والإنفاق الحكومي. كل هذه الأمور يجب أن تنتهج
مبدأ تحفيزي بشكل أكبر في الفترة القادمة حتى يكون هناك انتشال وليس فقط الجانب النقدي وأسعار الفائدة السلبية. إذن السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إيكويتي كنت معنا، شكرا لك. شكرا.